أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام، وآخر وقفتنا الحوارية في هذا الصباح. فخطوة مهمة وكبيرة بتؤكد على مواكبة مصر لكل ما هو جديد ومفيد في مجال الإنشاء والبناء. بدأت هيئة المجتمعات العمرانية تنفيذ عدد من المدن الجديدة بتقنيات مختلفة، أطلق عليها اسم مدن الجيل الرابع، وبيضم الجيل الرابع 20 مدينة جديدة، منها 14 مدينة تم البدء بالفعل في تطويرها بمساحة إجمالية حوالي 580 ألف فدان. الهيئة بتعتمد في إنشاء مدن الجيل الرابع على تقنيات المدن الذكية اللي بتضمن استدامة التصميم العمراني ومواجهة النمو غير المخطط وتوفير فرص للسكن أو الاستثمار. هذه المدن الذكية الجديدة على سبيل المثال العاصمة الإدارية والعالمين الجديدة والمنصورة الجديدة ومدينة رشيد الجديدة ومدينة شرق بورسعيد وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة. هنتكلم عن أهمية مدن الجيل الرابع ودورها في بناء مصر من جديد، واسمحوا لي أرحب في هذا الحوار بضيفي الدكتور ثروت وزير، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتور ثروت. أهلا بك. أهلا بحضرتك. اسمح لي في البداية دكتور ثروت نروح نتابع هذا التقرير مع مشاهدينا الكرام ونرجع ليكم مرة تانية لبدء الحوار. بهدف تحسين جودة حياة المواطنين تواصل الحكومة العمل على إنشاء مجموعة من المدن الذكية، وذلك من خلال خطة طموحة للمدن الجديدة بدأت منذ عدة أعوام. وتضمنت تلك الخطة 30 مدينة، يجري حاليا تنفيذ 16 مدينة من بينها العاصمة الإدارية ومدينة العالمين الجديدة. ويراعى في المدن الذكية استخدام التقنيات الحديثة بهدف تحسين الخدمة وحماية البيئة من خلال توفير خدمات الكهرباء والمواصلات والمياه والاتصالات واستخدام الكاميرات وشبكات الاتصال الذكية في إدارة المدينة وخدماتها. وتوفر المدن الذكية كل الخدمات عبر شبكة الإنترنت فائق السرعة، وتعتمد على الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك المياه، إضافة إلى توفير أقصى درجات الأمان. وأكد خبراء على أن تنفيذ المدن الذكية سيساهم في تحريك القطاع العقاري في مصر، ما يؤثر إيجابياً على اقتصاد الدولة بشكل عام. وأوضحوا أن المدن الذكية تعد أحد عوامل الجذب للمستثمر الأجنبي لاعتمادها في إنشائها على أحدث التقنيات وتوفير بنية جيدة تفتقدها المدن القديمة الحالية. وفي نفس السياق يرى عدد من الخبراء أن إنشاء المدن الذكية يمثل نهاية الطريق نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة التي تبدأ بإدخال التحديث والتطوير التكنولوجي على الصناعات التقليدية والقائمة بالفعل، وتقديم الحلول لمشكلاتها والعمل للنهوض بها. وتسهم المدن الذكية في خلق تنمية مجتمعية مستدامة وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب وجذب مزيد من الاستثمارات العالمية. أهلا بحضراتكم مرة تانية، وبرحب بضيفي مرة تانية دكتور ثروت وزير، أستاذ كلية الهندسة جامعة القاهرة. أهلا بك مرة تانية. أهلا بك. الفكر الجديد اللي بتنتهجه الحكومة المصرية الحقيقة في السنين الأخيرة بإنشاء المدن الذكية أو مدن الجيل الرابع، عايزين نفهم السادة المشاهدين في البداية مفهوم مدن الجيل الرابع، إيه الفرق بينها وبين المدن التقليدية ويعني إيه مدن ذكية؟ أولا أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. خليني الأول أرجع الحق لأصحابي الدكتور أحمد نظيف في 1999 صاحب الفضل في تفكير رئيس الوزراء الأسبق، رئيس الوزراء الأكبر في إنشاء اللي احنا بنقول عليه وقت القرية الذكية. نعم. وتلاه في هذه المهمة الدكتور طارق كامل رحمة الله عليه، وقاد هذه المسيرة بشكل جيد، أسفرت عن الوضع التقني اللي احنا فيه. كانت القرية الذكية اللي موجودة في مدينة 6 أكتوبر هي أولى المدن الذكية في تقريبا في المنطقة أو في الشرق الأوسط أولمس يعني. وتلاها منطقة اسمها منطقة التكنولوجية في المعادي على طريق الأسترات، دي برضو تعتبر زي ديستريكت أو 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 كومباوند، نقدر نتكلم عليه كومباوند ذكي يعني. نعم. كل الأنظمة التقنية موجودة فيه. فبعد ما اتكلمنا كده يمكن لازم نشوف هو الموضوع ده فين وراح لفين. موضوع ال ال ال, ال هو في مثلا البدايه اي مدينه ذكيه بتتكون اكيد من مكونات
اللي هي المباني الموجودة فيها، سواء كانت كوميرشال أو كانت سواء للسكان أو للتجارة أو للريكريشن، يعني كل الحاجات الفاسيليتيز الموجودة دي. وأكيد كلها لازم يبقى ذكية عشان المجموعة الكلية، يعني المدينة كلها على بعضها أصبحت مدينة صحيح، يبقى سكني وإداري وتجاري وكل وما فيها الخدمات والأماكن الترفيه وكل صحيح. طب هي جت منين كلمة ذكية؟ أفتكر أن قطرة الكلمة الذكية هو الإنترنت، ثورة الإنترنت هي اللي خلتنا لذلك حتى بيسموه اي اوفر تي، انترنت اوفر تريس، هو ده اللي جر كل القصه دي لموضوع المباني الذكيه والقرى الذكيه والمدن الذكيه والدول الذكيه. يعني سنغافوره فيها 8 مليون بني ادم، دوله ذكيه كلها على بعضيها يعني مش فهي ولها مسببات. دوله ذكيه بمعنى ان هي بقت كل بنيتها التحتيه وكل منشاتها على بتعتمد على الانترنت، كل بنيتها بتعتمد على الانترنت، وانت في مكانك تستطيع التعامل مع كل حاجه في الدنيا، سواء الحاجه اللي تملكها في المكان بتاعك، تكييف، بيبان، سكن، تلفزيون، اسانسير، كل الفاسيلتيز الموجوده في المبنى اللي فيه تقدر تتعامل مع الحاجات الخارجيه، مرور وجو وكهرباء وميه، يعني اصبح التعامل مش محتاج في ضوء اعتقد النمو الحضاري والعمراني والكلام ده كله، اصبح انت محتاج انك انت تبقى يو درايف اول اكتيف، يو درايف كل انشطتك وانت قاعد في ايه في مكانك كمان. دي مش حاجه كده وبس، مش غرض منها انك انت ثرو الانترنت بتقدر تؤدي او بتقدر تعمل كل الخدمات دي كلها، هي بتحسن كفاءه الاداء صحيح. لان هي لو هتقتصر على الكلام اللي حضرتك قلته هتبقى يعني يمكن ترفيهيه اكتر بالنسبه للمواطن، لكن هي ليها فوائد خدميه يعني وفوائد اقتصاديه اقتصاديا. اقتصاديا لو قلنا التكلفه الانشائيه بتاع اي مشروع، التكلفه الانشائيه بتاعته مبلغ معين، انا بقول لو جيت على 40 سنه اشوف المشروع ده التكلفه راحت فين، في تكلفه طبعا تشغيل وفي تكلفه إنشاء وفي تكلفة رأس المال وفي تكلفة التحديث. تكلفة التشغيل في 40 سنة تمثل 50%، يعني أنا بصرف على المباني اللي عاملها سواء بطريقة عادية أو بطريقة ذكية نص فلوسي بتروح على التشغيل. والمباني نفس 12.5%، التجديد 12.5%، يبقى بس اللي هو الفوائد البنوك اللي بتاخد الجزء الباقي. إذن معنى ان التشغيل يمثل جزء كبير من قيمه الاسس بتاعتي، من قيمه المنتجات بتاعتي، ان لازم اشوف ازاي ارفع كفاءه التشغيل صحيح. فاصبح برضو الاداره عنها عن طريق هذه النظم تمثل رفع لكفاءه التشغيل بشكل جيد واقتصادي، يعني يبقى فيها بعد اقتصادي وليس بعد برضو ايه ترفيه، انك انت بتطبق هذه التكنولوجيات في انشاء مدن جديده. والحاجه الثالثه انك انت محتاج انك انت تتعامل مع العالم كله بشكل 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 ترابطي، يعني انك انت بتعرف تقدر اقتصاديا تجاريا زي البورصات والحاجات دي كلها اصبحت عن طريق هذه الخدمات لما تبقى موجوده في لديك بتقدر ايه تحسن الريفينيو بتاعك العادي. خليني اقول لحضرتك حاجه صغيره قوي، انا احب لغه الارقام هي اكثر شيء مؤثر صحيح. 2013 الاستثمارات او الريفينيو في سمارت بيلدينج وسمارت سيتيز والكلام ده كله كان بيتكلم على حوالي 53 الف مليار دولار او 53 ده بليار ده على مستوى العالم يا دكتور. 53 بليار دولار ده على مستوى العالم، على مستوى العالم 53 بليار دولار ده 2013. المفروض 2021 بنتكلم على 101 بليار دولار، الضعف تقريبا. ده في استثمارات او ريفينيو لوجود المدن الذكيه والقرى الذكيه والمدن الذكيه، فواضح ان البعد الاقتصادي واعد، يعني بتكلم على 101 بليار دولار. فالحاجه الثانيه كمان او الحاجه الثالثه والرابعه الحقيقه فوائد عديده. طب هي ايه؟ العمليه هي اصلا برضه عشان حضرتك سالت، هي كل فيها انك انت كل الحاجات تريدز، كل الحاجات اللي بتتعامل معاها يجب انها تكون قابله للاستخدام او للتعامل مع النت، مع الانترنت. يعني قابله ازاي؟ طب هي مش قابله. طب الحمد لله رب العالمين بقى فيه
غير الشبكات العادية بقى في شبكات اللي هي بدون أسلاك سميها وايرلس. فحتى لو أنت ما كنت ذكي أنت بسهولة تبقى إيه ذكي على إنك تحط مجموعة من الحساسات ومجموعة اللي يسمى سنسور أو ترانسديوسر تحط على الأسانسير وتحط على الباب بتاع الدخول والخروج وتحط على في المطبخ وتحطها في ال في ال في, ال في كل مكان أنت موجود فيه. دي متطلبات الانشاء لو كانت مش منشأة يعني ممكن نحول احوله من غير ذكي لذكي لذكي بدون ما مش هكسر مش ههد. طيب احنا يهمنا برضو نعرف اختلاف البنيه التحتيه للمدن الذكيه عن المدن العاديه، ولكن في خلينا نتوقف لحظات يا دكتور. هنتابع تقرير ايضا عن مدينه المنصوره الجديده احدى المدن الذكية الجديدة المزمع إنشائها، وبتقوم الدولة بتنفيذها حاليا لاستيعاب حوالي 1,500,000 نسمة، بتبلغ التكلفة للمرحلة الأولى حوالي 45 مليار جنيه، وبتضم العديد من المشروعات السكنية الجديدة زي سكن مصر وجنة بالإضافة لمنطقة الفيلات. خلينا دكتور نتابع هذا التقرير عن مدينة المنصورة الجديدة ونرجع لكم لاستكمال الحوار. ضمن مدن الجيل الرابع تصنف مدينة المنصورة الجديدة، المدينة تطل على شاطئ البحر المتوسط بطول 15 كيلومتر، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى منها 45 مليار جنيه، وذلك ضمن 4 مراحل، ومن المقرر أن يقطنها أكثر من 1.5 مليون نسمة. احنا هنا في قلب الدلتا بنفتح فرص عمل لشباب، لملايين الشباب في قلب الدلتا، تمام؟ يعني حضرتك لو احنا بنتكلم على الدقهلية، لو بنتكلم على دمياط، لو بنتكلم على كفر الشيخ، بتاع كفر الشيخ ده النهارده نص ساعة أو ساعة إلا ربع بيبقى في قلب مدينة المنصورة الجديدة، بتاع المنصورة بتاع بلقاس، ده بيفتح فرص عمل للشباب بتاع المنطقة. يعني اليومية في المكان اللي احنا فيه ده كانت لا تتعدى ال 130 وال 140 جنيه، لا يومية العامل في المنصورة الجديدة وصلت ل 200 و 220 جنيه، ده اللي هو بيشتغل من الساعة 7 الصبح للساعة 4. ويسعى القائمون على المدينة لإنجاز الأعمال المعمارية والهندسية وأعمال التشطيبات في الموعد المحدد، حيث يتم حاليا تنفيذ نحو 1,150 فيلا بالإضافة إلى وحدات سكن مصر وجنة. عندي شرائح متعددة، عندي بالنسبة لسكن مصر عندي 196 عمارة، عندي 468 عمارة جنة، عندي 58 عمارة طابع ساحلي. ده بالنسبة للإسكان، عندي طابع مختلف اللي هو الفيلات، عندي 1,149 فيلا بمعدل اللي هو 2,103 وحدة. نسبة إنجازهم تقريبا وصلت دلوقتي 40%، سكن مصر نسبة الإنجاز 84%، عمارات جنة بمتوسط 65%. في تنفيذ شبكة الكهرباء بادئين من الخط المغذي للمدينة من محطة محولات جمصة لغاية المنصورة الجديدة، ومحطة محولات المنصورة الجديدة الجاري إنشائها أو الجاري تنفيذها بواسطة شركة سيمنز. بعد كده في اللي هي التوزيع أو شبكات التوزيع الموجودة في المدينة، في عندنا 9 موزعات حوالي 200 محول أو أكتر، جاري العمل على توريد المهمات دي والانتهاء منها عشان توصيل الكهرباء طبعا للمدينة. المدينة متصممة بحيث ان هي تكون مدينة ذكية، كل ده منعكس على الشبكات ككل سواء شبكات كهرباء او غير الكهرباء. وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة نحو 5,913 فدان، لتتوسط المدينة محافظات دمياط وكفر الشيخ والدقهلية باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه. الحقيقة يعني يمكن الدولة بتحرص على إنشاء هذه المدن الذكية في مختلف أنحاء الجمهورية، مش بس تكون متركزة في العاصمة تحديدا أو في منطقة محددة، ولكن بتحرص على وجودها في كل أنحاء الجمهورية. دكتور ثروت، يمكن يهمنا ان احنا نعرف من بدايه انشاء هذه المدن كيف تختلف بنيتها التحتيه عن البنيه التحتيه لانشاء اي مدينه عاديه، باعتبار ان هذا هو التوجه القادم لمصر. لو قلنا هذه المدن تختلف عن المدن النمطيه اللي هي تم تشييدها في الفترات القادمه، هيبقى الاختلاف الوحيد اللي هيبقى فيها اللي هي الانترنت نتورك الموجود في على مستوى المدينه بكاملها وعلى مستوى المنشآت المختلفه بتصنيفاتها المختلفه جوه المدينه. يعني معنى ذلك ان كل مكونات المدينه تستطيع التعامل خلال شبكه الانترنت
وبالتالي يبقى نقدر نقول فيه حرية أو في الوصول إلى أي خدمة وأي هدف أصبح سهل وميسر من خلال هذه الشبكة. طيب إزاي بقى؟ لو جينا نشوف اللي إحنا بنتكلم على منشأ معين. طيب المنشأ المعين ده إزاي يبقى سمارت؟ إحنا بنعمل أنا يعني بنعمل لأحد المستثمرين فندق 820 أوضة والبنك الدولي طالب إنه كله يبقى سمارت. يعني إيه سمارت؟ يعني عاوز الإضاءة تقدر تتحكم فيها بدون ما تروح تفتح نور وتقفل نور، تتحكم في مستواها. الإزاز نفسه في سمارت جلاس، يعني تخيل إن الإزاز نفسه في إزاز نفسه مع أشعة الشمس لونه بيتغير بيعتم ويفتح. فدي كان كله البيبان تقفل وتفتح برضه مع خدت بالك حركة الناس. يبقى هنا إيه؟ أكيد في مجموعة من الموشن سنسور، في مجموعة من الإيه؟ من اللايت سنسور، في مجموعة من الإيه؟ من الثيرمال سنسور بتحس الحرارة. من كل مادة أو كل خاصية أنا بحسها في حساس بحسها، في بيحس حرارة، في بيحس الضوء، في بيحس السرعة، في بيحس بيشوف النار زي مثلا أنظمة الحريق. في الحساس بتاع الحريق، في اللي بتشوف النار، في اللي بتشوف الدخان. فهي مجموعة الحساسات دي يا فندم بترتبط بلوحة، واللوحة لازم تبقى سمارت فتتصل بسمارت نتورك واستطيع التعامل مع كل الأنظمة. إذن أنا كل تجهيزاتي في المبنى، التكييف على سبيل المثال، يعني ده برضو من الأمثلة اللي هي التكييف ده مثلا جزء كبير جدا من الطاقة في مبنى 20-30%. الترموستات اللي أنا بظبط بيه ممكن أحط الترموستات أظبط بيه الحرارة، ممكن ما أحطش. يبقى أنا مظبط المحطة بتاعتي على درجة حرارة معينة، ودي اللي بقى في دوائر الحكومة بشكل ما درجة حرارة بقت 20 ولسه هو مظبوط على كده، مفيش أي تغيير ليه بشكل مناسب لتغير التغير المناخي. طلع ان التحكم فيه اصبح فيه سمارت كنترول. يعني سمارت كنترول ايه؟ يعني الحساس نفسه كمان بيغير نفسه مع الجو الخارجي يعني دون اللجوء ليه. ولا سمارت ثيرموستات، يعني حساس سمارت غير حساس. رغم ان كان فيه ثيرموستات واظبط بيه، بس كنت بحط درجه حراره 25 واسكت على كده. صحيح. طب انا مش عاوز بقى، انا عاوز كده. هو لا، هو بيغير 25 وخلاه 20 وخلاه 30. هو ايه؟ فاصبح هو جوه الحساس ده حساس اخر بيحس اكسترنالي وبيدي فيدباك وبيشغل السيستم. هل بتختلف بس في انشاء المباني ولا المباني بعرف فيه ولا بيحصل؟ انا بقول لحضرتك على المساله ازاز مختلف. نيجي نشوف الستاير كمان والعواكس اللي بتعمل. ممكن العواكس دي تبقى اوتوميتد، يعني بحيث انك ايه تقدر تقفل الضوء او تفتح الضوء. مثلا الشبابيك والبيبان والحاجات دي كلها في الكونستراكشن. طيب ممكن في شبكات المياه دكتور، شبكات الكهرباء، الطرق، نيجي لما نيجي نيجي مثلا ايه ممكن يكون بربط بعض انظمه بعضيها. يعني افتح الشباك التكييف يقفل، يبقى اذا في علاقه بين فتح الشباك وقفل التكييف. اقفل الباب بتاع المكان اللي فيه النور يطفي. دي كلها حاجات. اذا طب ليه ايه بيطفي ازاي او بيفتح ازاي؟ اكيد في حساس بيوصل لسمارت كنترول بانل. السمارت كنترول بانل دي اللي بتوصل لسمارت سيستم وتدي اكشن وتدي رد فعل يوصلك للايه؟ للخدمه اللي انت عاوزها دون ان تكون عليك. ده مبقاش بس على زي التكييف والكهرباء نفسها، الميه زي ما بتقول حضرتك. احنا بنيجي نحط لوحه الحنفيات، بنسمع على حنفيات، وفي حاجه اسمها بنحط جوه زي فوتوسيل عشان طبعا ترشيد الميه. بمجرد ما تحط ايدك في ميه بتنزل، بتشيل ايدك الميه بتقطع. صحيح. يبقى ده نوع برضو من ترشيد الميه. دي عباره عن سمارت تاب ووتر، يعني دي حنفيه سمارت. لان هي ايه؟ صديقه للبيئه وكمان بنفس بتوفر للميه بتاعتي. اوكي، دي كلها انظمه انت بتتعامل معاها في طيب السؤال الاخير ليك يا دكتور، لان مع الاسف وقت الحوار قرب ينتهي. ازاي المدن الذكيه تساعد على زياده الاستثمارات الاجنبيه وجذب الاستثمارات الخارجيه؟ ما هي ده احد مزايا المدن الجديده. انك انت موجود فيها، انت موجود فيها اسمها المنصوره الجديده. لكن اعتبرها نيويورك، اعتبرها المانيا، اعتبرها برلين، اعتبرها باريس، اعتبرها اي دوله من الدول. لان خلاص هي كل الحاجات دي بتجي لك عندك. لا يعني في تقنيات حديثه كمان كثيره جدا انك انت تستطيع انك تتعامل ثرو الانترنت برضه فيس تو فيس، اللي هي الحاجات اللي فيها انك انت بتشوف الاشخاص وتتعامل معاهم وتتحدث معاهم. دي كلها تقنيات هتخلي المستثمر، ما هو المستثمر يجي لازم يلاقي بيئة
للاتصال والتعامل مع البنوك مع الشركات. شو احنا بنحكي البنزين سمارت في كارت سمارت، الفلوس في كارت سمارت، صحيح. خلاص الكروت الذكي نقدر نقول هو ده المستقبل، مستقبل الاستثمار العقاري. لو انت طلعه من المكان عشان يروح يصرف من بنك هو هيجي عندك ليه؟ انت بالك يعني لازم يكون عنده فاسيليتي انه يقدر يتعامل مع اي خدمه هو عاوزها وموجود، فبتوفر وقته بيزيد. ده مش كده وبس على فكره، ده كفاءه استخدام المكان. يعني المكان هو عندك مساحه 200 متر مربع وفيها موظفين، ممكن تستخدمها بسرو انك انت تصمم الفيرنتشر بتاعك فيرنتشر ذكي، اوكي، والتنظيم وتنظيم ذكي برضو. ده برضو من الحاجات اللي هي اللي موجوده، بحيث ان ده بيرفع 12% زياده في استخدام في كفاءه استخدام المساحات جوه المكان. صحيح. مجرد انك انت يبقى عندك سمارت فيرنتشر وسمارت ديستريبيوشن لل 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 للتوزيع ذكي للتوزيع داخل الفراغ للفراغ. فلا هو يعني موضوع كبير له تقنيات كثيره، بس طبعا وقت البرنامج ما يسمحش ان احنا نتكلم يعني فيه، انما في النهايه نفرد هي حلقات اخرى هي هي لا هي لها علاقه بانك انت تتصل بحد يفكر لك. صحيح. انت بدل انت ما تفكر حد يفكر لك عشان يعيشك في عيشة سعيدة ويخليك تنتج أكتر ويخليك تستخدم المكان أكثر ويخلي اقتصاديات تشغيلك أكتر ويخلي انطلاقك للعالم بسرعة أكتر ويخلي يوجد جو تنافسي وجو إيه. أنا بشكر حضرتك في النهاية على هذا الشرح البسيط والمفصل والمفيد أيضا دكتور ثروت وزير الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة. بشكر حضرتك لوجودك معي وأتمنى لقائك في حوارات قادمة إن شاء الله. شكرا فندم. أشكرك. شكرا أيضا لحضراتكم مشاهدينا الكرام، وبكده نكون وصلنا لنقطة ختام حلقة النهاردة من هذا الصباح. غدا بإذن الله حلقة جديدة مع أسرة عمل جديدة، فإلى اللقاء.